السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا نتوما بصحه وعافيه. مرحبا بكم البنات في فيديو جديده. مرحبا بكم ومرحبا بجميع المتتبعين وكذلك المتتبعين الجدد. فاليوم ان شاء الله ندير معكم جوله في الجديد ديال بريمارك، نشوفوا الجديد. فاول حاجه البنات، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك وكذلك تفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم الجديد دائما. فاول حاجه البنات غادي نشارك معكم فالجديد ديال بريمارك، فجابوا هاد السيكان هادو كتشوفوا اللي هما في الاسود، والشكل ديالهم كيحمق تجيو بحال الشكل ديال شانيل. الصراحه كيهبلوا الشكل ديالهم، وبالنسبه كيجيو بالسنسله، ويعني السمطه ديالهم كتجيب بالسنسله، والشكل ديالهم جميل بزاف وانيق. فجابوا فيهم فقط هاد الاسود، وبالنسبه لهذا الاسود هو اللي يعني جاي اصلا، يعني اللون ديالو زوين، وخف الاسود يعني كيمشي مع كل شيء صراحه، كيحمق والثمن ديالو زوين يعني في المتناول، فما كيجي صغير يعني كيجي الحجم ديالو لا باس به، كيهز بزاف الحاجات. جابوا منهم بزاف، والثمن ديالهم كيف كتلاحظوا 14 اورو، الثمن يعني جد مناسب في المعقول. كذلك جابوا هذا الساك هذا كتشوفوا اللي هو تاهو في الاسود، كيجي تاهو في هذا لي كاغي هادو، كيجي بالسنسله من برا كتشوفوا، كذلك كيجي بالسميطه في الاسود، فكيجي الشكل ديالو بحال الجلد، والثمن ديالو كيف كتلاحظوا 8. فكيجيو فيه بزاف ديال الجياب كتلاحظوا، كيجيو فيه يعني واحد اللور والوسط، وكذلك من القدام حتى هو الشكل ديالو زوين، والحجم ديالو يعني ماشي صغير بزاف. فبزاف ديال البنات كيسولوني شمن بريمارك، فالبنات بريمارك ديال فيتوريا غاستيس ديال اللي متواجد في البايس باسكو. فشي وحدين كيقولوا بانهم بريمارك عندهم سادين، فالبنات هاد المنطقه عندنا مازال يعني بريمارك ديالها حال ما سادينش، كانوا سادين ولكن الحمد لله حالين. فباقي المناطق يعني كاين البلايص اللي سادين، فاغلبية يعني في اسبانيا راهم سادين بريمارك، وان شاء الله غادي يفتحوا لكم تانتوما، علاش لا، طلبوا الله يرفع هذا الوباء ان شاء الله وتعود الامور لمجاريها ان شاء الله. كاين هاد السيكان كتلاحظوا ففيهم الغوز والاسود، فيتدرسهم في فيديو يعني قبل، حتى هما الثمن ديالهم 8. وهنايا كيف كتلاحظوا فدخلوا واحد مجموعه ديال لي ساكادو، فدخلوا بزاف ديال لي موديل ديال لي ساكادو، كاينين هادو اللي في البلون كاسي كيجيو فيهم بزاف تجياب، وصراحه كيجيو خفيفين بحال الريشه، خفافين وعمليين يعني كيصلحوا، عندهم كتشوفوا عندهم سماطي ديال الظهر، وفيهم بالنسبه للجياب فيهم بزاف ديال الجياب، وكذلك حتى التوب ديالهم زوين كيجي خفيف 12 اورو. كاين فيهم هذا الموديل كذلك حتى هو كتشوفوا في الغوز باستيل، حتى هو كيجي خفيف. فبالنسبه لهادو عمليين يعني حتى باش انكم تغسلوهم ولا تمسحوهم راه يعني صالحين، بما انهم كيجيو بالثوب فكيلو قيت تغسلو وتمسحو. كاين هذا الموديل هذا كيف كتلاحظوا حتى هو كيجي حليل، والشكل ديالو زوين، كيجي بالباندا كتشوفوا الموديل ديالو في الباندا في السنسله، وهذاك الديكور ديال الباندا فقط زايدين فيه الديكور، كيجي كذلك بالسماطي في الاسود،
والحجم ديالو راه كيهز بزاف، يعني هاد الساكادو حجم ديالو لا باس به، ماشي كبير بزاف البنات ولكن في القياس، ولكن كيهز بزاف، ممكن يهز لينا بزاف الحاجات. وحاجه اخرى في لي زاكسسوار، فجابوا هاد النظر كتلاحظوا في الاسود، كاين هاد الموديل هذا فحال الرايبل، فيهم تا هو الماغو وفيهم الاسود، كاين هاد الموديل تا هو، فالثمن ديالهم هادو كاملين البنات 3 اورو. التشكيلات ديالهم زوينين، ومن الجديد كذلك فكاينين هاد البلغات هادو على هاد الشكل هذا، جاو في هاد الكولور هذا فحال غوج اورانج فحال ليموني حمر، هاد اللون هذا اللي في البلغه. جابو كذلك هاد الاسود، كتشوفوا اللي كيجي فيه كيجي هكا الشكل ديالو زويون، 14 اورو حتى هو، كيجيو بلا ما كيجيوش يعني الطالون فيهم الطالون، بلي غاد زويون صراحه. فبالنسبه لهادو اللي في الاحمر 11 اورو، وبالنسبه اللي بالغين اخرين ف 8 اورو، يعني العاديين راه معروفين دائما كيجيبوهم. وحاجه اخرى كاينين هاد السبيبطات هادو، كيجيو كاع هاد الشكل هذا، كيجيو بالعقيق كتشوفوا الشكيلات ديالهم زوينين، فيهم اللوينات يعني كاين في الاسود وكاين كذلك في البلون كاسي، فكيبرقوا بوحديتهم زوينين الشكل ديالهم، والثمن ديالهم كتشوفوا 14 اورو. وبالنسبه للطاي راه كيبداو للطاي من 36، فيهم هذا الموديل اللي كيجي سامبل حتى هو 8 اورو، وكاين داك الدوغي حتى هو فيهم اللي هو سامبل ودوغي. فبالنسبه لهادو دائما كيجيبوهم يعني فهاد الوقيته هادي كيدخلوهم، غير هما الشكيلات كيختلفوا. حاجه اخرى كاينين هاد السبيبطات هادو، كيجيو فحال البروتكل 14 اورو، فيهم هذاك اللي كيبري وبالسيور، كل اللي بالسيور كذلك على هذا الشكل، فكيجي لي فيهم البريو، كيجيو هذاك الشكل اللي كيجي بحال الدان، اللي كيجي به الدان بحال هذا. وبالنسبه للتخفيضات فدايرين تخفيض فهاد الصبابط هادو 7 اورو، الشكل ديالهم زويون يعني لا كاليتي ديالهم مزيانه، وهذوك الصبابط كذلك ب 4 اورو كيف كتلاحظوا، هاد اللي بالغين هادو تا هما كيبقاو بربعة، الشكل ديالهم يعني زوين. وحاجة اخرى سناضر كذلك دخلوا هاد الموديل هذا اللي كتشوفوا كيجي بلا كذلك، في كاين فيهم البيض والكحل، كيجي الشكل ديالهم زويون، وعندهم ديك السنيسله كتجيب كيجيو بسنيسله في الدوغي من القدام. صراحه الشكل ديالهم زويون. وبالنسبه لي طايفه كيبداو من 36 والثمن 8 اورو، كيجي حلو الشكل ديالهم، فكيجيو بلا كيف كتلاحظوا يعني ماشي تاكو. وحاجه اخرى كاينين هاد لي سيرفيت هادو، فتا هادو عاد دخلوهم يعني جدادين في هاد لا سومين هادي، والثمن ديالهم نشوفو 18 اورو. فبالنسبه لهذا راه كاين فيه لي كولور ديالو، كاين هاد السراول ديال ميكي ماوس 14 حتى هما، كاينين حتى لي تيشورت ديالهم كتشوفو
بالنسبه اللي بغى ينسق يعني الكسوه كامله، كاين هذا الموديل تا هو ديال هذا الاخر ديال التشاندر كتشوفوا. فبالنسبه للثمن راه يعني اثمنه فحال فحال، راه كاين حتى الاسود ديالهم. وبالنسبه للكساوي فجابوا هذه الكسوه هذه كتشوفوا كتجي في الشكل ديالها كل مونطي يعني كل داير، والثوب ديالها كيتجبد رطيطو صراحه خفيفه وزوينه. والثمن ديالها راه شفتوا يعني 8 الاورو، ثمن زوين. والسيكان كاين مازال عندهم هاد لي موديل ديال السيكان كتعرفوا هادو كانوا خرجوا على الموضه هادو ب 8 فبالنسبه لهادو كانوا زكان الزرق ديالهم ما بقاوش. وكاين هاد كسوه هادي اللي كتجي فحال التوب ديال الشاندر كتشوفوا كتجي طويله هذه البنات يعني فايته الركبه ب 16 اورو. ففيها لي طايب كتبدا لي طايب من اس من سمول. وكاين هاد القوامج كذلك اللي دخلو تا هما جدادين، فهادو دائما كيدخلو تقريبا هادو في الربيع كيجيو خفافين وكيجيو السلسله من قدام، وعندهم كذلك ليديات بالعقد العقد وكذلك يطواو كيتجمعوا بالعقده في الجنب. فيهم جوج ديال لي كولور، كاين هاد الاحمر وكاين هاد النواغ ديالهم. فالثمن ديالهم 13. دخلوا كذلك الشورطات كتلاحظوا 6 الاورو، فيهم هاد الشكل هذا اللي يجي فحال الشكل ديال النمر كيجي التوب ديالهم خفيف. فكاين فيهم جوج اللوينات ديال النمر، كاين هاد اللون هذا اللي جا في البلون كاسي وكاين الموطارد وكاين اللوينات اخرين كذلك. كاين هاد الموديل حتى هو جديد ديال سنيدلات كيجيو بالبزيم على هاد الشكل هذا في البلون كاسي حتى هما، الشكل ديالهم حتى هما زوين كيجيو فحال الجلد 8 الاورو. كاين هادو فحال النمر كذلك حتى هما بزيم وكيجيو سميطات مخالفين حتى هما 8. وسنيدلات اخرين يعني فايت شاركت معكم شي وحدين ما عرفتش فشي فيديو واقيلا شاركت معكم هادي 8 الاورو، فكنعاود على حساب الجداد اللي معنا البنات اللي جدادين حتى هما يشوفوا يعني الجديد. كاين هاد السنيدلات هادو اللي في البيستاج واللون كاسي حتى هما ب 8. وكاينين لتحت هادوك السنيدلات هادوك اللي بالصبع كذلك فيهم الابيض واللون كاسي. فالبنات وصلت الى نهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديالو من الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات لي لايك وكذلك بارطاج باش الفيديو ياخذ الحق ديالو من المشاهدات. وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.